فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا الأمر وأن يفتح لنا أبواب الخير وأن يعيننا جميعا على إتمام هذا الخير الذي ابتدأه الله لنا سبحانه جل في علاه. قال: باب من نظر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. روى المصنف بسنده، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل وهو رأس أهل السنة والجماعة، قال: حدثنا يحيى هنا بن سعيد القطان من أساطير المحدثين، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، وهو من الثقات الأثبات، من أزبة نسف نافع النافع ونافع من أزبة نسف ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من العباد الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي: أوفي بنذرك. قال له النبي: أوفي بنذرك. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، فيها مسائل. أولا، أن النذر، من نذر أن يتقرب إلى الله جل في علاه وإن كان في الجاهلية، فإنه في الإسلام يزداد وجوبا أو تأكدا، وأنه يسارع في الوفاء بالنذر لله جل في علاه، لأن الشرع جاء لامتداد الخير ولقطع الشر. وهذا الحديث يحتج به أيضا الشافعية على أنه لا يشترط الصيام مع الاعتكاف، لأنه في الحديث قال أنه: إني نظرت في الجاهلية أنا أعتكف في المسجد ليلة، والليل ليس معه صيام، الليل ليس معه صيام. في دلالة واضحة جدا على أن الصيام لا يشترط في مع الاعتكاف، يعني قد يعتكف دون الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأوائل من شوال، وفيها أول يوم العيد، وهذا يعني لا صيام فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وفي دلالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، فيتأكد في حقه أن يفي بنذره. وقد قال بعض أكثر العلماء أن النذر لا ينعقد من الكافر، وهذا الحديث حج عليهم جميعا. رضي الله عنك عائشة، أحسن الله زادك الله أدبا. لا شيء، لكني تعجبت، وأنا ما فعلت شيئا ولا قلت شيئا، حتى ما رأيت الاستئذان، ومع ذلك أنا الذي أعتذر. رضي الله عنكم جميعا. فهنا ينعقد النذر ولو كان من كافر. فالصحيح أنه يكون قد انعقد وأنه يجب عليه الوفاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال: باب من نذر نذرا لم يسمي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا حديث مهم صراحة في هذا الباب، وهذا ختام للكلام على النذور، ويبقى فقط الكلام على الأيمانات، بعض أبواب الأيمان التي أرجأها المصنف. في قوله: كفارة النذر كفارة اليمين، إذا قال الرجل: علي نذر يلزمني ولم يسمي شيئا، فهنا قال النبي: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.
وفي رواية ابن عباس قال: من نظر نظرا لم يسمه فكفرته كفارة يمين. رضي الله عنك يا هشام، حفظكم ربي. رضي الله عنك يا شيخ إبراهيم، ادعوا لي يا إبراهيم بالله، ربي يحفظكم وينير دربكم. وقال أنه اختلف العلماء في المراد، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا، إن كلام زيدا فلله عليها حجة أو غيرها، فهو بالخيار بين الكفارة اليمين وبين الوفاء. هذا هو صحيح في مذهب الشافعية. وحمله مالك وكثير على النذر المطلق كقوله لله علي نذر، وهذا أقرب. حمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية كما نذر أشرب خمرا، وحمله جماعة من الفقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا مخير في جميع المنذور بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. وقد ورد كفارته كفارة يمين. القول بحمله على أنه للجاج والغضب على التحديد والمنع، فقالوا هنا هو بين أن يفي وبين أن يكفر عن يمين، يجعله يمينا. وبعضهم قال، وده هذا قول الشافعية، الجمهور يرون حمله على الإطلاق، وقول الجمهور والأصح والأسد، قول الجمهور والأصح والأسد بأنه إن نظر نظرا لم يسمه فهو بخير النظرين أن يكفر عن يمينه. لأنه يعني الآن النذر إيش هو أقل النذر عنده في هذا الباب؟ فقد قال العلماء ما لم يسمي فهو على كفارة اليمين، ولأن النذر ينزل منزلة اليمين في كثير من الأحوال، كما قال الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك. وفي حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث محمد بن عوف، والحديث أخرجه مسلم والنسائي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لغو اليمين. إذن الراجح في هذا الباب أن النذر المطلق والذي لم يسمه يحمل على إطلاقه ويكفر عنه يمينا. يعني يطعم عشرة مساكين. عليكم السلام وبركاته، رب يرضى عنكم جميعا يا رب. باب النذر الذي لا يطيق سيكون خاتما للأبواب إن شاء الله يا أم الأبرار، أبشري. هنا باب لغو اليمين. باب لغو اليمين معناه أن هذا اليمين لا ينعقد، وأنه لا يلزمه الكفارة. هذا معنى باب لغو اليمين. يعني نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الأيمان والنذور بفضل من ربنا ونعمة، لذلك سنتوسط بحيث أن نجعل في يوم الجمعة صبيحة الجمعة، لأنه يوم مبارك، الختام أيضا للأيمان والنذور. رضي الله عنك يا إبراهيم، حفظك ربي وحفظ بك وأحسن الله إليك. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب يا رب. المشكلة نحن محاطون بكثير ممن يحيد على المنهج ويدعي المنهجية ويدعي العلمية، كالمقلدة مثلا، أيضا التعصب المذهبي والتقليد في هذا أبعد الناس عن المنهج الصحيح باستنارة الكتاب والسنة. وكمن يدعي السلفية ونهرها للبدعة وينوع بين مبتدع وآخر، يشتد على مبتدع ويترك مبتدع آخر، وهذه مشكلة كبيرة. يعني المنهجية ليس فيها تمييع، المنهجية فيها الميزان الصحيح الذي يراه الله جل في علاه، وهذا من عند الله. لما سمراء الله يهديك، لما حفظكم ربي.
باب لغو اليمين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يعتبر بيمينكم هذا أنك تحلف ولست قاصدا للحلف، كأن تقول كل بالله كل، والله لا والله بلا والله جئت والله، وأنت ما تقصد بذلك يمين بحال من الأحوال، كما قالت عائشة. ابن عباس يرى لغو اليمين أيضا هو أنك تقسم على شيء تظنه صحيحا وهو خطأ، يعني تخالف الظن فيه، فيقول هذا من لغو اليمين أيضا. رب يرضى عنكم جميعا، رضي الله عنك رضي الله. روى المصنف رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيتي كلا والله بلا والله، كلا والله بلا والله. قال أبو داود: كان إبراهيم الصايغ رجلا صالحا، قتل أبو مسلم بعرندس. قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. الله أكبر. الله يرضى عنك يا إبراهيم، الله يرضى عنك. انتظروا ليحيى قلبي بما تنظم، رضي الله عنك. يا رب اهدنا، يا رب اهدنا وهدي بنا وثبتنا على الحق. وقال أبو داود وروى هذا الحديث داود بن أبي فرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك ابن أبي سليمان ومالك ابن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: بأن له كلام الرجل في بيته، يعني يجري على لسانه كلا والله بلا والله. نعم. ومع ذلك أن الله لا يؤخذكم باللغو ولا يحاسبكم على ذلك، فهو لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فينكشف خلافه. وبه قال ربيعة ومالك ومكحول الأوزاع والليث وأحمد. الله أكبر، رضي الله عنك حنان. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ بك وأن يعلمنا وإياك وإياكم جميعا وأن يثبتنا على الحق المبين. وعن عطاء والشعبي وطاووس والحسن وأبي قلابة في قوله: لا والله بلا والله، هي لغة من لغات العرب لا يرد بها اليمين. وحديث أخرجه البياقي وابن حبان وصحح الدرقطني وقفا، ورواه البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا. وروى الشافعي من حديث عطاء موقوفا أيضا. وقول ابن داود: وقتلوا أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني القائم بدعوة العباسية. قال ابن خلكان: قتل في دولته 600,000 أو قتل في دولته 600,000 صبرا، أعوذ بالله. قال عبد الله المبارك: أبو مسلم خير أو الحجاج؟ قال: لا أقول إن أبو مسلم كان خيرا من أحد، ولكن الحجاج كان شرا منه، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقتل أيضا إبراهيم بن ميمون بعرندس، الأسد العظيم. نعم. والحديث موقوف، وهو صحيح أنه من قول عائشة وليس مرفوعا. ولغو اليمين لا ينعقد ولا كفارة فيه، لغو اليمين لا ينعقد ولا كفارة فيه. نعم. باب من في من حلف على طعام لا يأكله. عن عبد الرحمن أبي بكر قال: نزل بنا أضياف لنا، قال: وكان أبو بكر يتحدث عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، فقال: لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، يعني تكرمهم. فأتاهم بقراهم فقالوا: لا نطعم حتى يأتي أبو بكر. فجاء فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: لا. قلت: قد أتيتهم بقراهم فأبوا، وقالوا: والله لا نطعمه حتى يجيء. فقالوا: صدق، قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه.
قال ما رأيت في الشر كالليلة قط. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا، فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي فأخبره بالذي صنع وصنعه. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. الله أكبر. يعني هو عبد الرحمن بن بكر أمره أبو بكر أن يضيف الضيوف ويأتي بقضاهم، ولكنهم أبوا حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. كان العجيب من هذه، كانوا يذكرون أنه كلما أكلوا لقمة نبتت لقمة تحتها، وهذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكانوا من أصحاب الصفة، كانوا أناس فقراء، وأن النبي قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فبخامس أو سادس، وأن أبو بكر جاء بثلاثة يتحدث أي يتكلم ويمكث الحديث معه. لا أرجعن إليك، يعني هو انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الرحمن أفرغ من قراهم، يعني أحسن إليهم في ضيافتهم، لكنهم ما أرادوا وأرادوا الأكل معه. فلما سألهم لما قالوا مكانك، يعني منزلتك عند النبي، أنت عندنا كبير. نعم، الله أكبر، الله أكبر، نعم ربي، نعم 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 ربي، الدليل حاكم على كل شيء رضي الله عنك. وهنا فقه أهل الصفة، قالوا مكانك يعني مكانك من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأكل حتى تأكل معنا، هذا مكانك بيننا كما مكانك بيننا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا والله لا أكل، قالوا والله لا نأكل حتى تأكل، فأكل معهم. فهو أبو بكر ذهب إلى النبي قال يا رسول الله هم بروا وأنا حنثت، قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. والمعنى بروا في أيمانهم فأكلوا، فلم يأكلوا حتى أكلت أنا، وحنست في يميني، فقال أنت أبرهم، أنت أكثرهم طاعة وخير منهم وأصدقهم، لأنك حنست في يمينك من أجل أن تحسن إليهم. فهنا الحنث مندوب له، هنا تطبيق لقول الله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أنت بروا، فهو بر بهم وقدم الطعام وحنث من أجل أن يأكلوا ومن أجل قراهم. فانظر النبي قال أنت أبرهم وأصدقهم بأبي هو أمي. وعبد الرحمن بن بكر روى هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب حقا، لأنه فيه الخير الكبير، وفيه تطبيق القول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وهذا تحقيق قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام عشرة مساكين الى اخر الايه. باب اليمين في قطيعة الرحم. عن عمرو شعيب عن سيدنا مسيب ان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث، فسال احدهما صاحبه القسمه فقال ان عدت تسالني عن القسمه فكل مالي لي في رتاج الكعبه اجعله وقف. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، لأنه هنا سيكون في قطيعة رحم في هذا الباب، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. طبعا هو لا يملك لأن المال مقسوم بينه وبينه، فكل المال لا يكون لتجل الكعبة. وأيضا هو الآن هذا اليمين يمين معصية، لأنه سيكون فيه قطيعة رحم، لذلك النبي قال يعني قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ووضع المال في رتاج الكعبة يعني في مصالح الكعبة وزينتها وكسوة الكعبة. نعم، لذلك عمر زجره وقال كلم أخاك لا يمين عليك، لأن النبي قال لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله جل في علا.
والمعنى لا يجب عليك الوفاء بما نذرت. وهنا نزل النذر منزلة اليمين لأنه يلزم فيه التحديد والمنع. ولذلك العلماء اختلفوا إذا خرج النذر خرج مخرج اليمين، مثل أن قال إن كلمت فلانا أو إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي، اللي هو نذر اللجاج والغضب. قالوا هذا نذر خرج مخرج اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل المغافير، لا أكل المغافير. فأنزل الله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهو المقصود هنا أنه قصد به منع نفسي عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسي عن الفعل. فذهب أكثر الصحابة وهم بعدهم لأنه إذا فعل ذلك يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه، وإليه ذهب الإمام الشافعي ويدل عليه هذا الحديث. وأيضا قيل عليه الوفاء بما التزمه قياسا على سائر النذور. والصحيح أنه ينزل منزلة اليمين فيكون فيه كفارة اليمين، لقول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والحديث فيه انقطاع لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، وقد قال بعض العلماء أنه سمع من عمر كان صغيرا. والصحيح عند المحققين أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن أحمد بن حنبل قال سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة. ولذلك لما سئل أحمد عن ذلك قال إن لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل، قد راه وسمع منه. وذكر ابن أبي حاتم فليس روايته عنه منقطعة، ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة، فإن سعيد أعلم الخلق بأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيدا عنها، يعني سعيد أحفظ الناس على قضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وسعيد المسيب يعني لو أرسل على النبي أخذ به، لأن سعيد بن المسيب كان لا يرسل إلا عن الثقات. نقف عند هذا حتى يعني يكون الختام في صبيحة الجمعة إن شاء الله، يا رب يتقبل. الفوائد المستنبطة: النذر ينزل منزلة اليمين ففيه كفارة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. إذا أقسمت على شيء وتعلم أن نتيجته قطيعة الرحم فلا بد أن لا تبر، بل البر أن تحنث وتكفر عن يمينك. ما درج على لسان الناس ليس بيمين، لا يعتد بيمين. تسأل الأخت عن المغافير، عسل نوع عسل معين. كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما تعاقدنا عليه يعني قال لا أكل مغافير من أجل أنها يعني كانت عائشة قالت لهم قولوا له ذلك أكلت مغافير. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.